الحمد لله الحمد لله الطريق مابقاش فيها المشاكل دابا، جايين من الداخله، والبارح في الليل وصلت تقريبا 12 ديال الليل، والحمد لله نحمد الله ونشكره، الحمد لله ونشكره، رانا وصلنا بخير، ما كان حتى شي مشكل في حتى الحدود. دابا رانا احنا في الحدود، راح ندخلوا للحدود ان شاء الله، وما كان حتى شي مشكل بالنسبه للترونسبور، بالنسبه للطريق، بالنسبه لكل شيء، ما كان حتى شي مشكل. ننصح الناس انهم يخدموا عادي، ما كاين حتى شي مشكل. انا على فكره انا تونسي، انا عندي 5 سنوات في الطريق هذه، خدام في الطريق هذه 5 سنوات. تونسي؟ اييه، ونحمد الله ونشكره. دابا كان بكري الخوف، كانوا كيشدونا 4 5 ايام هنا في الطريق، كيعرقلونا، كيدونا الفلوس ديالنا، كانوا الشفاره كيخرجوا لنا ثما، كيخرجوا لنا بالسيوفه، كيهدونا. المشاكل كانت بزاف في 2 كيلومتر هذه هنايا، والحمد لله دابا الحمد لله ما بقاش هذيك المشاكل، والحمد لله ونشكره. يعني فهمتي؟ تغيرت؟ لا تغيرت. واش نقول لك؟ الله يوفق الجميع. لا الحمد لله، انا عندي 30 عام في المغرب، وخدام في الترونسبور في الانترناسيونال، وكنجي لافريقيا. دابا هذه مده 5 سنوات انا كنجي لافريقيا، حتى للنيجر، نوصلوا حتى للنيجر، الحمد لله ما عندنا حتى شي مشكل. شويه كانت عندنا شويه ديال العراقيل هنايا، لا 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 لا، في الاجراءات عاديه، لكن ملي كانوا هذوك الناس اللي هنايا قطاعيه ديال الطرق كانوا كيقطعوا لنا الطريق ويديروا لنا المشاكل هذوك. الحمد لله دابا ملي تحيدوا الحمد لله ونشكروه، دابا كاين الامان وكاين الامن، والحمد لله نحمد الله ونشكروه، هذه اللي كاين.